ماليشيا وسو أوروري حلبان أمين جيسو ككاني هيران إيو جوهر إنو ماشكو صدا بولي سبارة دكتاي جيسو مقالة وبحناي إيو رئيسيو إيو شرير جرائدو قبنا إيو حقو الشاقي إن كونفور قلبات إيسان بيكسنين ماليشيا إيو إسبارة وحليرا برسا إيو بيكسنين سو بيلقارة صحميا قرني كوي لباتنات حلبان قولها الشعب كتر سن ماليشياد وسو أوروري ماشس انتو كانوا وحاس فوشحون لسمين ايو كنتي واوح لغن حو وجيتك جيسو محيه وجيتك جيسو وحكا لما وحاوي انو دغالة سمينو سرده كان استو حمر اغلي سوا انتاس مركا اسبارة دا صورة با وشاكتين ماشي ادكتين وا انتاس ماقع انو سمينو ويرادة ان جبهدا شخصا برسمه ساسو ساسو شباب اللي دغالمين كبابا بنت سو حسابكم جنان ما انا اكفر يسن كرو حلبان نوع اسه ودد شعبه صوتا جد اسكمراي انتو ماليشياد اسو اوروريي دباتينايا انان دميرك يمسينا انان اكفر يستو حلبانان واكفر يستو وي مدعويني سال جيسو ودعوينها مركا ما حد دعوينسا انو يهي هدي ودن بين ان هو الربا ان الشعب الصومالي ان بات قال وواحد اللي يابل رمت ان اسبار دغتي وحلبانا وهدنا ارنتي ربا فوش احمد ان اني ادفع عن قبيل وكو ان اتاتا باش قال جعل المود هكا الى شدا هكا الى شتين نينكاس قاضي عدريقة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كل انتوا عنا ونكسن داو ديال كسو دوا دا وري سيجارو على يالان دونو حلبان محمد الشيخ عبد الله عيرو وكمي ده مدن ياشا قولها شعبك اي بارلمان كفدرال كالصوماليا وري سيجانا وحن كدو الاستاقي دونا قضى بردو راح سيدا حالة السياسة داد ودالك كجرو دين عيادة امنيقة دقالك كدنكا هي كوحدة على الشباب حيسد أود حيسد ولدها الصومالية يثوبية عمر بمركز كذا بس كسي دريسة إن سيدوك لو حن كأجي دونا إن تقال هذا قبائل كه كسر عضا مامل ككونفرج البيت الصومالية مدام حلبان ويا حلبان هالكاسي كسوجيدة سيدوك لو حن كده الاستاجي دونا إن هو رئيس جنان دور الشدة مامل قبل ده دلك مركز لجرب بنتران ودور الشدة ده هري دعدي iyo ayrima badan oo ku saabsan xaaladda dalka uu ku jiro ayaan wareysigeena ku dul istaagi doona insha Allah inta hawada uu ku jiro marka koobaad xiliban maxamed sheekh abdullahi ciirow oo kugu soo dhaweynaya TV ga shabeelle iyo wareysigan gaarka ah wadna sidin TV ga shabeelle wareysigan aad ilaa sano kuma sidin ama xantaa xiliban maxamed sheekh abdullahi ciirow dadku badanaa way ku yaqaanaan dadna way garowsho dhowishii dadka community dadka warbaahinta inta badan ka soo muuqda ama xilibanada inta badan goobaha muqaalada laga arko marka koobaad xiliban ciiro waa kuma taariikhdaada koob waa xiliban ciiro waa xiliban kamid ah golaha shacabka baarlamaanka oo tobna horeyna uu ahaa tali hore ee qaybta xiliga xogta Soomaaliyeed way hay xilwana waxaad xogoo faahfaahin naga siisa bal taariikhdaada kooban adiga hal daqiiqo iyo wax ka yar nagu soo koobaa taariikhdaada kooban waxa way aniga waxaan ku dhashay tuulada Eelgaras ama degmada Eelgaras ee u dhaxaysa Tiyaglo iyo Xudur 1906 waxbarashadeeda aasaasiga waxaan ka bilaabay Eelgaras كبعدي وحن أسوأ وريجي وحن كمل نقضيك 1977 وحن كمل نقضي أرضي دي لقاضي دجالكي 1977 كقريب كشي أن إثيوبيا وحن دجالك قال يمشي اللي هذا جيك جيجا كومبوجيا أجر سجورا في أمبيرا درد الحر نيكو غير بان هانو مننا وحلي بيجري أنا نو kadib dagaalkii markii laga soo laabtay 78 iyo 80 waxaan
وسو وريجي مقالة ليلى دو عبد الله تقصد حي أيام مشكلة بحي أنا عسكرية كبعدي وحال وسو وريجي حمر جنرال داود أيام كبحي كنت سجل بقول سديت إيوس بعد وحال نصيبه هلا إن كم من نقطة ليلى سراكيل المركز الحريني كلية الحرب أما كلية الدجال السياد الإجري أيام كوحرة كل سجال بقول سديت إيوس بعد وحال كم من نقطة ليلى سراكيل الحريني سديت يعفر سديت إيشان أيام كجري end of سديت إيشان أيام كبحي وحان كان نسيبه هلا يدنا شان يتوانك سركار إن وجو ريه لو بدلو جول كوجي كالبيت هرجيس ومركز شقة غدا يجري مدن كسر شقي ماشس مربى ضم وان هدا كوجي لبا دي كريم مكسر شقي وحان أسوأ وريجي كبعدي وحان سؤال يتخبر أيضا كل يد أبان دولك كبعدي waxaan ku noqday wogoy xilal kala duwan magso qabtay ila tali urul tali guto waxaan kadib la isoo wareejiyay hoggaan saraakiisha xukuumadda Soomaaliyeed muddo ka badi waxaan u wareegay 1990kii gobolka Bakool oo aan aniga kasoo jeeday tali guto ka noqday كبعدي هادنا وليك بدري الدكسي تليها الدكسي تيجلو أيام نقضي تابع بركة أنا ماشي جوا دولة بوربوركي نعي بوربوركي دجال ذي أهلي قال صار مري كدي وحن لسه شغي هي أداء عالمية أيام لسه شغي وحن نقضي جنا عصدة فريقة aan Soomaali iyo Kenya kusagal boqol sideetan ma kus ma 2003 15 of March waxaan aaday wadanka Ingiriiska oo aan nolol cusub ka bilaabay aan muddo dheer kadib waxaan bilaabay markaa inaan waxbarashadeeda dib u aasaaso waxbarashaan bilaabo لحيت طبعاً سنة أيام جوجي إنغريزكا سنة كاستن واي ما جري دلك هي هويو وأن محل جري هنتي دلك أنا أدم وجهلا ما هين دك إسك عاشقي ودمنا زدبي ده سنة كاست لحيت طبعاً كاستن واي ما جري أنا ماش جوجا أيام وحن هادنا كم من غضي قري وزير هذا إن كونفرد البيت وزير دولة أمريكا كبعد هذا نوع حن ورقة تليها إنك دراويش تكون في قلبك وحن كلها بتيها إنجليزكا 2019 أيام اللي هي ريمشس وحن نقضي تليها قريب تلهينا حقد لك سومالي يا كوير مثلاً فرماجو و 90 90 سدح سدح سنة 1922 سدح هذا السنة أيام تلي غيبها وحنو ترتمي كرسي جحلي مع نما نما أنت جوجو وأنا كوب جلستي برمانك كوي تمنات أيام حد كم ذا وما سنت حلي بنعيره بربلو جوريسي على حكوشكتي إن التهي أم هيد سرجال عيدن ودرجة الله أكو جم نايستي سيدي ku soo gashay daaqada siyaasadda maadaama aad ka mid ahayd saraakiisha ciidanka xogga dalka Soomaaliyeed waliba aad soo noqotay taliye qaybta lixdanaad ee ciidanka xogga dalka shalay sirga maanta xilban sidee kugu soo gashay ha waxay u soo gashay aan 2016 ki ayaan tartamay aan kursiga hadda ku fadhiyo tartamay nasiib darro kuma guuleysan marka waxaan iga go'nay inaan nuse meshas ku samrin oo mar uun aan hadana aan dub u bilaabo aan faha tartankayga
هذين إلهي محها إن حق سك هذا ساسا سياسة سوقش ساسا سوقش ويحلباني أنت سبب بلا قوريس جاهد وكذا ما هدعين هنا كو حلباني سياسة دا الصومالية ونقول هلك أي جوكت محنك للصعنة ما دام أتاي حلبان مدن كثير سن قلها شعبك البرلمان الصومالية سياسة دا أنت أنك للصعنة كبدنا كلا صعوتها سيدا أنجع لها الصومالية سياسة دا حكي وحمرية إن سياسة الصومالية إن أرتا نسيب درو دلك إنه حب مركو بربوري إن أوري صدنا سنة كهر إن أوائل الصومالية كويس دلين لبعض بعد عاي مدة أربعين دولة عام كنا لاين تذكرنا أنت بعض وضمد درس كأي عالم جد تسكلا وفرد دلين إن 2000 كي أيال أس أسي دولة هاد النور بسن إن محها 2000 أيال أس أسي أرتو أيال واس أسي سومالي دو حي جروستي إنن إنتا كبدن لو سي جيري كرين دولدان ديب وجه وهشي سين بدن بال لا غلاي واد اوغتاي قبائل الصوماليه وحل جروسدي ما دام الدد قبيلكو كديري ايين ان لو سمي مامول غوبلد يغانا اد او جلاداي مامول غوبلديدي واغاس لدسي ايا الى حد شقيه لكن أنيجا فكر أهان وحان دي كرا ومد الصومالي ده ومد بسلان فيدرال سيستم أد مومنت وقت الحاضر كان غير نوع اسمها صوبتا أولي وفيدرال سيستم كأد مفعين يهي هدي سيدة ويهي لوغو دغماي لكن ومد دين ومد بسلان وحيبو قادنا يهان سيدة أنيجا دريمي معمول قبلتك إنو يهي قبيل وحضر كيسا إنه ساسي هي واحد دليل قوة مجال اللي رجال كعيو لبن بين بلاك خلدقين نص نوحي رعازن داي بنتلان نص نوحي رعازن داي يعني قلمي تاسو كو عتين يس إنه سلك كو هيسو قبيل لما أنتوا دنا وحي أمسين هنا نعس مع مقولات كسيدة أنا عن أوفهني الصومال أوفهنتي ما maamulka waxa way in maamulka hoos loo daadijiyo dadka u dhashay deegaanka ay is-xukumaan iyaga dhexdooda qofka ay rabaan in doortaan oo laga baxo systemki hore ee dictatorka ahaa oo in militaryga laakiin dadkii noocas iyagu si kale u qaateen oo ah qabiil marka aniga waxaan dhilaa ama aan qaba ومب بسلام ومد الصومالية فيدرال سيستم إنه يحد رغمان ومب إن ومب بسلام وحي على بعضهم بدليل يربان كوسو قاضنا يا مرة حدثة أياره قبل الله أياله وقتين ما قال إن مودشوا حبك يقول عين ووجدي يعني تاجرياش السيد إن ورغمان حب قبيل به لا ما بعه أساس يعني واحد اسكيك درسن ان قبيلك هي فيدرال هي اسكيك درسن الا حد واحد موقته انت بدن ددك الصوماليده اني امين سيين قبيل او سيستم كي فيدرال كا لو ديساي اي وحن بارسين قاب قبيل تاسنا وحارن وحوي إن وجدت الحياة إن تلك الوهر مريض إن ما ممكن هوصله ده ديجو إن ده كديجان كإن حكم يجا إيش حكمان ده إيش حكمان إن تلك هذا الخور مرصدان بلا هيك اللي تل يجا إسكال إنسان كومبيتيشن أي كسم يعني اسمها إيو هرمانين تلك هذا قبل الله يما ممكن قبل ده لكن سيدا يقول ديجان واكدون ده تلك يجا اسمه قلدين ولا قلدين ملاين ملاورن كره waala dhig kara maxay yeleey dadka markaas federaalka raadinay ama dawladaha marka nagu riixay naftirkeed marka uu fiirsato waxa la dhig kara in dadkan hab qabaayle loo kala qaybiyo iyaga un mar walba is haystaan la tartamin caalamka indis kale
ما ستاي حلباني ان دلكو وحا او كجري مدبا لبا سنه او مدخليت كمدحوين حسن الشيخ محمود دغالكا كدنكا اي كوخد الشباب امنيغا دلك انت عن دغالكا ادي ما حن كلا سكنا كورن امنيغا سوماليا ان امنيغا سوماليا ان وا جبد علينا أمني Somalia والأوجي هاي نكست أو Somalia جوجمانتا لك وين Somalia هايستا وحوي وأنا ما كان أفكر دوبن أو أرحل لواشة والله رأيت ذلك وحنا مثلنا هاي إن ما كان صديق أن ما تجري لهين Somalia إن أي أفريقيا توب كتنو سريس إن لين عد غالها يأمني جايو لين وحول با عالم كان أنتو إمالها أيان أمسنا aan sidaad ogtahay wadankeen wuxuu leeyahay khayraad oo dabiici ah ayuu leeyahay waa la sahmiyay waa la ogeeyay uu ku jiraa laakiin maxaa soo saaran lahayn oo laanay waxa weey waa abni xumo meel aan abni ka jirin hantidiisa ama investment ku aaminay midna ma jiro sidaa daraadeed anigu waxaan ila boqolkiiba sagaashan ama boqolkiiba boqol waxa maanta wadankeen ishaan u yeelay dal dadkeena qaxiyay aan kalsoonida adduunka lumiyay in nalo kalsoonaado oo tusaale badan nolo soo qaato madaxweynayaasha caalamka qaarkood markay hadlayaan sida Muqdisho ama Soomaali oo kale hal hays looga dhigto waxaan baday waa nimankaas Soomaalida oo ajnabiga dibadda ka yimid dabada baa warkaaga waxay u muuqataa Soomaali amni ma ah mo Soomaali amni meelaha dawladdu gacanta ku hayso amni لكن هي هذا دونك ميل ولا بويك دعاء ميل ولا بويك دعاء واشتون بويك دعاء إعلام بويك دعاء ميل ولا بويك دعاء لكن ظروف كارن هاي سات يس هذا وان أركينا إن هوتيل اللي خارجنا يو إن قابض دوين أي جوجان محاسي الحمد لله لو جرايو طالما يرى إسكا دماشا ده سوا سيدا تياد قدم بيسا ليدو إن يعني دبان يعني يجو أفر حسب بعد يبدأ كاس وهن يودد غلومية أو يعني إن فاتسن أي ساسرة ووجي كسرة بيجو شاتي قالوا عاد مرحبا شاتي قالوا دي غير ما ويا هاي حلي بن عيرو برسنتج أهان أما بقول لي أهان Somalia أمني كده ما قاو كتير ما مكره والله أمني كي Somalia إن وحندي كرنا بقول كي بكون تنا دي كرنا 50-50 to America. 50-50 to America. 50-50 to America. So, the first thing is that we have to do this. But, the first thing is that we have to do this. And, the first thing is that we have to do this. 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 فكر كأن أن محوها اللي قالت تقالمو أن عدود دين اللي قالت تقالمو تقال كي أساقها والوو قولستي والوقت هاي إلا إيو قبل أغدا حوال الحرهي تقال هدي اللي قالن هده خسارة نوايمانيا فايدة نوايمانيا لكن فايدة بطني بدك لأدون كنو حوق أغادي عيدن كحوق دلك سوماليات ومركرو اللي قا آمن سنة إنان كلغيس هاول قل سمين كرين شباب لك أتكان كرين إن حق دلك سومالي إنه كأت كان كرو شباب قوبي أسوق خمسين إلا هاد أي ودقيه هاي شعب كي يجي اللي بيجري النمان تأيين ده نرشو دي عادي جد فصلات هو يا مركا دول دو الشباب يدق على كل جرتي مدة سنة ده لكن وعير أيه إن استراتيجية الدق على أنا جه هاد كورن برمانك وكشيء جاي سركال دق على أو إن soo marayna waanahay hadu marka la dagaalamayso oo goob kala duwan uu joogo hal goob kaliya hadaad kala dagaalanto waxay u dhawdahay in aadan aan muxuu ka taqalusin ama gulka gaarin maxay yeelay gurmad buu helaya man power iyo dhaqaal uu helaya dhinacyada kala duwan ee olkiisa jooga ama ay fadhiyaan ayuu ka helaya
استراتيجيه دغالك يا بلانكا ماركر لو سميه waxay ku haboonay in maamul goboladeed oo dhan la wada abaabulo dagaalkana meel shabaab kasta iyo nabadiid kasta meesha uu joogo uu ku qabsado si aan isu helin gurmad degdeg ah oo ay isu gurmadaan way wada janqaad ma jiraa maalada marka sorry wada janqaad oo maamul goboladeed dagaalkaasi si loo wajahay ma jiraa taas waxay ahayd maamul goboladeed in lala tashado isla markaasna awood la baahiyo si aan awood shabaab mid ka kale aan ugu gurmo way dawladdu way ku mahsan tahay deegaano badan ayay kooxahan ka xoreysay yes in badanna ay maamulayeen kuwa 15 sano ay maamulayeen xoreysay dhiig iyo dhacaan iyo xoolo waana ku baxeen dawladdu waa ku mahsan tahay waana lagu bogaadiyay shacab iyo masuulba way ku bogaadiyeen istaraatiijiyada dagaalka sargaal ciidan oo soo maraa tahay howlgal al-shabaab kooxo badan oo cadowga waa laysay howlgalkooda guuleysta lahayd استراتيجية دجالك لو وجهه حلو أن عيروا السيدة كل مقطع. استراتيجية دجالك لو وجهه وتنع هريك أن كوجش يعني. عنيجا أن وإلى كل دنتا. استراتيجية دجالك لو وجهه وحي هاي إن كو لقى أن هوها تلاقيليو معمول قبل ديالنا. dadka dagaalka ehelku waa ama saraakiishii hore ee ciidanka xogta dalka Soomaaliyeed kuwoodu way arag ah tala laga geliyo ka hor intaan duulaan lagu qaadin goob ama meel gaar ah kama soo horjeedo dawladda meelaha ay xoreysay oo dagaalada ay kaga qabsatay shabaab laakiin waxay kaga fiicnaan lahayd sidii Jubaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle, Galmudug intaas ugu daran horto afartaas gobolba in isku si loo wajaho iyadoo lagu tashanayo dadweynaha deegaankaas ciidanka xogta dalka Soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo iskaashan marka waa laga gaabiyaa leedahay in istaraatiijiyad hal duulaan la qaado taas aniga farba iga godan hayas maxay yeelay taas inaan sax ahayn waxaad ku fahmaysaa dagaalka guli ilaa hadda hal jeho jooga mana ka soo dhamaanin nimankii meelii way joogaan guli marka taasa kugu filan tusaale mi isleedahay mise maamul goboleed waa ka wada siman yihiin in maamul la dafiray dagaalkana lagala qayb qaadan maamulana qaar dagaalka la howlgeliyay deegaano badan laga qabtay adi ma qabtaa taas ma jirtaa hadalka yeeraya ama qaylidhaanta jirtay ah in maamul goboleed qaarkood dagaalka laga gaabiyey in garab lagu siiyo si deegaanada loo xoreeyo qaarna garab lagu sii in deegaankooda ay xoreystaan al-shabaabna ay ka saareen deegaano badan qaarna laga gaabiyey taas adeem ku muuqataa ma jirtaa way muuqataa yes kee waa ma noo sheegi kartaa maamulkaas dagaalkiisii dawladdu ay ka gaabisay ma yaadu hadda waxaan ognahay galmudug iyo Hirshabeel kaliya laga hawlgalay hawlgalaa ma fahmay kismaaya maal dowid hawlgal yar bilowday oo runtii aad ugu guuleystay oo guuleystay oo runtii aad aan u bogaadinayo sida ay u gacsareen laakiin sida dawladda juhdiga u gelisay dhinacaas oo dhinac kastaba leh dhaqaale leh hub leh wax walba leh in gobollada kale loo qaybiyo saasay ku habboonayd laakiin cadaalad ma helin soo maamul goboleed kale sida Hirshabeelle iyo Galmudug aniga cadaalad ma tahay taas laakiin waxaan ka hadlayna waxa weeye aniga uma fiirinayo anu dal Soomaaliyeed oo la xoreeyay fiirinaya maahan hebelna waa laga xiday hebelna waa loo naxariisay ma fiirinayo taas marka maamul goboleed kale waa laga gaabiyay laakiin labadaas waa wax walba lagu caawiyay anigu istaraatiijiyad guud nimankan loogu takhalusay ka hadlay ha laakiin maamul goboleed waa loo roonaday midna waa laga gaabiyay taas kama hadlay way marka dagaalkan hadda muddo socday gaabis ma ku muuqda hadda inuu yimid yes horta dagaal sidiisaba dagaal markii la galo waxaad gelisaa nusqaan baad gelisaa dhaqaale ayaad gelisaa nusqaan ciidan baad gelisaa maxaa yeelay dagaal markaad ku jirto wuxuu ku socdaa nin baa dhimanaya nin waa dhaawacmaya saanad baad ku dagaalamaysaa dii ma aha waa dhammaanaysaa marka dagaal sidiisaba markaad gelayso waxaa laga fikiraa dagaalkan inaad ku xakamayso ama howlgalkaas ku soo afjarto muddo cayiman inaad ugu talagasho qorshahaada aad ka dhigto haddii kula sii jiitamo
وكيف فشل ميسا هذا كيف فشل ميسا عيدن كذا مورالك جبان سند يا دمانة إسا عيدك قارا دمانة أو دمانة أو دواء ماي إن مورال جبان إيمانة إن مركز دم بعدو وحلقة وينو ميرك لقى عنكره وأتكو جفتا دعير مركز لكن مركز أول رئيس أدقان جريسيب وححبون قرشة هذا إنه ها مدق خوابن أو أيمن سدح برود لباب برود إن هذا هو شفوق بنكر هذا كل ما كل الدبات دهر هذا وحيمانه دول دلالة يو وحيالة آدم فينين ومركز مركز رب قرشة هذا كجيل مركز دجال فشل مثلا دركم مركز دجال كذا سيا كل مغطى هذا ما فشل أجره مثلا دولة دو إسكابي سهل هذا إن هنتي ما ليه كرو إن فشل بأجره إن دجال مركز لجالي إن يس ودن كان محاها عدو بدن بولي هاي واحد اوكتاي ان سياسة نغوف فرنتاي او لنا اتوبيا ايو سومالين اي امو يو بان بانا ايو واحن جيلين اي كلاسيحيدين ان تاس مفتر كيد واحي نغوطي ان جلافة كالي او دقال كي اوكو سعوهايو ان واحي نغوطي ان دل كيني او غيب كامي دال صوه غريييو واي نغوطي مالكا ان اذيك حبكي اسكو دفاعي لهايد حب عيدن يو حب سياسة انت بقى عالم كله جالن جيك كريسو و ان لاتما دو سياسة بعد اسكيك عليسو ما دام دالكي قيب كم دابن القاضنا لكن دقالكي ولي واسديس وانا جرا ان اني مننا حد بو حمل صعودة ان خول قولك او صعودة شير شبال و حدك صعود ارجينا ان عيدن كقرن كي دولد الحيو قولي ستو ويا دين عكلا وحتى اغن حيصد ولحيث دولة إثيوبيا هي صومالية وحاربها حيث داس إنا إيسو كوبتو ما حد حيث دان كلا سعوتا دولة إثيوبيا ما قلدن دولة صومالية ما لغو سحد دولة مسايدة وحكو حد قلبتي حيث دان إثيوبيا صومالية ما حد كلا دا ما داما مضانا كترسان بارلمان كأتهاي إثيوبيا نلقوغي هاي سياسة صومالية أي كو حيث ما دباتوين كأي حيث لكن كأركتي حان أدنان كو يدنايا إثيوبيا وسوماليا حيث هذا حدك نحتاج نحقق هذا كله مقطع. إن إثيوبيا وسوماليا والله بدلوا الدرسة. إن ده قال لهم ويسو قالن أو لبعة. إن لكن بوربوركي وحكي كده بيه. إن واحد ده قال مجرين. أنا جا كهر بوربورني يجا نقول حجي. iyag way naga nasiib wanaagsanayeen oo sidaan anagu dhaqnay uma dhaqmin nimankaas baanankoodiin ma dhicin warshadoodii ma furfurnin structure ki dowladeed markii ministry meesha ka baxayna sidiis ayuu u socday anaga nasiib darro waxaan sameeyay wax yaacni in fortune daaqadii aan xafiisyada kala baxnay mishiinadii iyo layrarkii adduunkii aan haranay adduunka lan geeyney qabiil ban qabaail ban isku dilnay een iyada naftirkeeda markaas waxay isku dayaysay inayna kala celiso gobollo badan oo Soomaali ka mid ah ayay ku jirtay ilaa muddadaas burburkii ilaa hadda still had way joogta waxaan dhigi karaa ilaa 30 sano Soomaali Itoobiya way ku dhex jirtay gobollo ay ku dhex jirtay ma een oo ay lahayd anaga idin ilaalinayno een runtii way ilaalinaysay shabaab way ka ilaalinaysay dalkana ciidamada waxay ku soo galeen mandate ciidamada waxay een iskooda u soo galeen oo Itoobiya marka Itoobiya taas laakiin aan ka gudbo taas waxa way ahayd waxaan u arkaynay dalna caawinay anaga laakiin tan hadda mushkilada oo Soomaalida dhan een wada kicisay waxa way marka Itoobiya tiri aniga badlaan ma joogi karo waxaanan bad ka rabaa qayb ka mid ah Soomaaliya xoog iyo xeelad taas Itoobiya xaq uma laha ninka siiyay oo 20 km bad iyo bariba ayaan siinayna asaga dal Soomaaliyeed ma bixin karo waa maamul ka mid ah Soomaaliya hadii arrimo foreign ah ama een arimada dibadeed maandid la galeen waxa la heshiinay dawladda dhexe ayaa xaq u leh sida dastuurkan uu nafarayo
Somaliland waa ognahay soddon iyo dhowr sano waxay lahayd anagu Soomaaliya waa ka madax banaanahay Soomaaliya ayay ka tirsan yihiin rejiimkii hore iyo waxay kala garan lahayeen marka oo iyagu ay wax ka tabanayeen ee Soomaalida koonfurta degan Soomaalida koonfurta degan ee maxay ahayd waxa Soomaaliland waxa u dhintay ma jirto ama gobolku qoy galbeed dadkiis wax uma dhiman nidaam iyo rejiim markaas jiray ayaa ee la dagaalan iyaga isagana uu ku taadiyay tabashada saday qabaan rejiimkii la baxday oo meesha ka baxay imaamulkii markaas jiray rejiimkii ka wada xilba rejiimku waxa ka wada maamulkii hore ee dawladdi ee xasiyad bar okay maamulkaas ee la baxday wixii tabashada laakiin macneeda mar walba waxa yiraahdaan koonfur baan leeyahay koonfur baan saasna yeeshay aniga markaan ka shaqeynay ama aan joogay qoy galbeed kuwa front line nagu jiray ama wasiirada ahaa waxay ahayn Soomaaliland baa ahayn dad Soomaaliland dare ah oo ugu yaraan u dhashay baa ahayn way marka ani Soomaaliland dare xataa qalab baan u arkaa marka kelmadaas aan Soomaaliland markii la yiraahdo dhulki Soomaalidu dhulki Soomaalidu waa dhulki Soomaalidu wax gaar ah ayuu ahaa ma jiraan way marka Ethiopia marka Ethiopia ma soo noqdo haye Ethiopia boqolkiiba boqol waa qaldan tahay dhul Soomaaliyeedna taa dhul Soomaaliyeedna ma qaadan karto cid siin kartana male waan kar dar adan hal su'aal aan ku weydiinaya ha miya rabis Ethiopia in ay tahay cadawga Soomaaliyeed ma ku raxsan tahay adba ma tiyas way tahay yes cadawga Soomaaliyeed yes way tahay way xilban konfur galbeed ka soo jeeda ma no wasas digan doorshada konfur galbeed way xilbanay konfur galbeed ka soo jeeda digan doorshada waa konfur galbeed Soomaaliya waxa jiray shacab dhawaan taageeray dowladda Ethiopia waxayna sheegeen in Ethiopia ay tahay dal shisheeyay laakiin amnigeedana ay sugto ayna taageersan yihiin koonfur galbeed aan laga wadeenin adigu waxaad leedahay Ethiopia cadu waay shacabkaagana Ethiopia soo dhaweysanaya sidee wuxuu jiraa okay shacabkayga soddon sano dheeraad ay nimankaas ku wada noolaayeen wayna ilaalinayeen micneedu ma haddaad adiga ilaalinaysay shalay inaan dhulkayga ku siiyo ama aad xoog ku qaadato aan raali kaaga noqdo maaha dadkaas ninkastoo aqli leh waa garan karaa ninkii si xun wax u wadana waa isagay jirtaa shacabkaas waxay ka baqayaan caawa Ethiopia haday ka baxdo in shabaab oo meel ka fog aan jirin 5 kilomitir 3 kilomitir inay u yimaadaan qalaan ay gowracaan naftooda ku dib muxuu ahaa nimankaas ayay muxuu ahaa ka hadleen maahaneed istaraatiijiyad guud iyo wax Ethiopia u haysayo kama hadleen shacabkaas dalkeen Ethiopia laga saaro ma qabtaa ya Soomaaliya in Ethiopia laga saaro dowladda Soomaaliya xilli kasta iyada ay rabto wadankeed way ka saari kartaa Ethiopia kaliya maaha dal kasta oo jooga haddayan sida dowladda ay rabtay aan u shaqeynaynin imaanidka ay ku joogan sida uu yahay u shaqeynayn dowladdu waxay xaq u leedahay inay ka saarto xaq u leedahay inay ka saarto gaar waay dowladda Ethiopia in dalka laga saaro ku raacsan tahay waaba ku shaqeeyay maxuu daray taa ku shaqeeyay dal kasta ku oo ciidamo badan ba joogay Ethiopia kale ma joogo way ama santahay qabi ugu dambeeyay wareysigan aadina deegaanka dhaca koonfur galbeed Soomaaliya waxa ka socday dagaal u dhaxeeya ciidamada koonfur galbeed Soomaaliya iyo milishiyad hubaysan degmooyinka yaqbar weyne iyo deegaanada hoos imaada koonfur galbeed waxa ay sheegteen isbaarooyin badan ay yaalaan dadkana lagu dhibaateeyo habeen iyo maalinna dadka xaxda in loo galo ma jirtaa in halkaas isbaarooyin ay yaalaan marka hore horta anigu horta muddo hadda dibadda ku maqnaa dibad baad ku maqnaatid waddanka wax ku jira waxa ka jira waa la socotay waa la socday shaqaaqad ka dhacday ama jaqbar weyne wixii ka dhacay waa la socda aad baan ugu dhuntulola waxa ka dhacay waa wax nasiib darro maleeshiyaad uu soo ururiyay xildhibaan Aamin Jeso ka keenay Hiiraan iyo Jowhar inuu meesha ku soo daabulay isbaara dhigtay
dufeysay qotay asagoo naftirkiisa baraha bulshada is soo dhigay oo helmet madax ugu jiro oo ciidan atuutaysan oo aniga naftirkayga aan yaabay aan sirin xilbanka ma janan bal siiyay ma tali ciidan balaga dhigay aan aan is iri inuu milishiyad meesha soo dhigtay isla markaasna gaadiidka ka baxa muqdisho aada gobollada bay bokol gedo ilaa ethiopia jidkooda ay uu asaga basbaara dhigtay si xun ula dhaqmaayay dadka darawaliinta iyo dadka shacabka jidka maraya waa wax cad oo markhaatiya loo hayo weliba waxaan ka warhayaa in qof sidii loo garaacay la dilay oo u lagu dilay waxaan ka warhaynaa in gabdhaha lagu kufsan jiray waxaan ka warhaynaa in dad bac intii lasoo dhalaaliyay lagu tifqinayay yacnii meeshaas qarnigan oo hadda aan marayno qarnigi 21-aad xildhibaan golaha shacab ka tirsan maleeshiyaad uu soo ururiyey meeshaas intuu keeno waxaas foosha xun la samaynayo runtii waa wax laga naxo mana ag fadhiisan karo xildhibaan noocaas ah oo dad shacab ah socota ah jid iska maraya intuu maleeshiyaad usoo ururiyey dhibaataynaya inaan damiirkayga ima siinayo inaan ag fadhiisto xildhibaanahan u ag fadhiisto waxaan soo jeedinayaa caddeymaha lahaayo in loo ururiyo xildhibaanka loo gudbiyo hay-adaha ku shaqada leh xeryaalanta loo gudbiyo xasaaraddan laga qaado wixii uu mutaysto laga abaalmariyo anigu isaga haysta ma haysto beesha gaaljecel ma haysto beesha gaaljecel waa dad soomaaliyeed oo nadiif ah inkastoo aan maqlayay dad ku taageeraya markuu isaga calaacalay oo saasa la yeelay RRA ayaa saas yeeshay USC intay jirtaa hallay kaalmayo haddee waa wax la yaab leh runtii in nin isbaara dhigtay oo xildhibaana oo haddana muxuu arrintii rabo foosha xumayd inay u difaacaan qabiil uu ku ataatacay arrintaas waa waxa runtii foolxumo ah laga naxo laakiin inta samaha jecel ee beesha gaal jecel waxaan kula talinayaa wiilashiina inaad ka ilaashataan ninka noocaas oo damacan foosh xun leh ku jiro maxaa yeelay wiilkaas ama isaga wax dilay ama isagaa la dilay way wax dan oo idinku jireen ma jiraan beesha gaal jecel waa dad fiican ilmahooda ha ka ilaashadaa ha ka ilaashateen ninkaas qaadic dariiq ah dowladdana waxaan leeyahay xildhibaan jeesow tallaabo cad ha laga qaado oo ku saabsan faldembiyeedka isagu lugaa kula jiro koonfur galbeed dabargooyn isbaaray bilowday madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen waxa uu sheegay in isaga oo 20 jira uu diiday in koonfur galbeed la dhigto isbaaro weliba waqti hore isaga oo 60 jira uusan yeelin isbaaro weliba madaxweynihii koonfur galbeed isaga oo ah xilligana lagu jiro ma ku raacsan tahay madaxweyne lafti gareen tillaabada uu ku dabeergoynayo isla markaana uu ku mijaxaabinayo isbaarooyinka kooxaha maleeshiyaadka ay dhiganayaan deegaana ka tirsan koonfur galbeed madaxweynahaas lafti gareen isaga ayaa loo doortay ama madaxweyne ka ah koonfur galbeed hadda isagayna mas-uulka ka saarantahay mas-uuliyad ka saaran tahay inuu ilaaliyo bidqabka iyo amniga gobollada isaga xukumo ama maamul goboleedkiisa meesha isbaarada la dhigayna waa bugcad ka mid ah maamul goboleedkiisa xaq buuna u leeyahay in uu la dagaalamo inuu ka nadiifiyo inuu tallaabo ka qaado xaq buu leeyahay oo ku taageeraysa oo ku taageeraya way qof kasta isbaara dhigto koonfur galbeed haddii shaal leedahay soo ma qof kasta oo isbaara dhigta koonfur galbeed walaal maamulada soomaaliyeed intooda kale isbaaro waa qaado dariiqnimo isbaaro uma baahnin soomaaliyan looguma baahna ciddii dhigatana waxaan leeyahay
aragtida lagu toogo waxaan ugu maqaalay in masuuliyiin koonfur galbeed ka tirsan oo liba xilbanaan ay yiraahdeen milishiyad ku xasoo raacay al shabaab oo qayb ka ah dagaalka saxmiya wallahi aan anuu ma xaqiijin karo inay soo raaceen iyo in kale een dhinacaygu een maya ma dhigan karo aniga arintaas way marka wa laakiin waxa taageeraysa go'aan kasto koonfur galbeed ee koonfur galbeed kaliya ma meel kasto oo Soomaaliya ka mid ah ninka isbaare sharci darro dhigta sulboos inaan meeshis in ugu toogto aad qabtaa shud dasha hal toogtaa leedahay ani saasan leeyahay way hay jiso muqaalo u bixinayay iyo wareysiyo iyo shirar jiraa'id oo qabanayay waxa uu sheegay in koonfur galbeed aysan beegsanayn maleeshiyaad iyo isbaare wax la yiraahdo balse ay beegsanayso beel gaara saxmiya ninka markii uu qalad galo wuxuu u raadiyaa yani reason ayuu u raadiyaa beesha galjacayl waligeed ba meesha way deganayd dad reer buura ay ahaayeen marna koonfur u socdeen marna waqooyi u socdeen xoolo leeway dadkaas jidkaasna dheerna hadda way way iska degeen maadaama jidka saas u irmaan yahay waa sidii shaahid dadka gadanayaan laakiin meel hadda asagu dhihi karo anaa iskale anaa degan ma jirto wayna degi karaan waa dad soomaaliyeed cid u diidaysa male laakiin see ku degnaanaysa waxaad ku degnaanaysaa soomaalida inteeda kale la mid aho jaadayr jeeso minan ku idinaya hadduu meesha degan yahay oo maleeshiyaadka beeshaas uu soo ururinayo soomaaliya inuu ka mid dhigo haddii shabaab uu la dagaalamayo ciidan baa jooga oo daraawiish koonfur galbeed ah oo yimaada waxay ahayd in maleeshiyaad isagu soo ururinayo ku daro ciidan daraawiish koonfur galbeed inay ka mid noqdaan saasna ay ku wada hawlgalaan laakiin wuxuu u diiday ciidan daraawiishta u diiday isaga hayb ahaan buu isku soocay jidku isbaara dhigtay taas cid keenaysa malan ciidan kale jeeso wata ciidan dowladeed oo qaramaysana mise maya ciidan maleeshiyaad waay oo qabeel waay maaha ciidan miyaysa maaha ciidan hadduu rabo maamul koonfur galbeed ha kala xaalo haddii ciidankaas ciidan ugu jirin ha weydiiso inuu ciidan ku daro taas waxay keenaysaa marka in shabaab laga adkaado laakiin shabaab cid ninkaas shabaab miyay la dagaalamayan jidku fadhiyay muxuu ugu yimid meesha la yihaahdo ceel cali muxuu ugu yimid shabaab hadduu raadina ceel cali ha aado bug aqabilaad tago meelaha ay joogaan shabaab uu garanaya ninkan ubucda ama bartamaha gaaljecel waa meeshaas a xoreen laakiin jidkan isaga doolal ku imaan jiray ayaan shabaab ka xoreyna cid ka yeelaysa male maxaa keenaa is leeda meesha waxaa keenay waa hunguri waxaa kale maa baabuurtaasuu damac kaga jira ninkaas odayga ujeedka jeso muxuu yahay ujeedka jeso wax kale maaha waxa weeye inuu dhaqaale sameeyo sardheen ka dhisto xamar aqligiisa waa intaas marka isbaaradaas rabaa aad sheegtay in meesha ay dhigteen waa intaas magac inuu u sameeyo oo yihaahda jabhada shakhaasan barsame saas way saas way shabaab ay la dagaalamayaan kababa beentis way waxaa suxaab kama jiraan way hay barbilow wareysiga waxaa ku sheegtay jeso inuu yahay nin dembi galay maxkamadna lasoo istaajiyay baarlamaanna aada la fariisanayn muuqaal daraad lasoo duubay kuraasta ka horeysa fadhiisa baarlamaanna mala fariisanayaa dhan maya maya ma fadhin haddiib ha u fiirin aniga lama fariisan jeso marna lama fariisan hay shalay iyo darhad maalmahana waa tegayay baarlamaanka kuma arkin malaha wuxuu ku jiraa abaabul muxuu aha burcad iyo waxaas ku jiraa anu malaynaa waana soo bixi doontaa wuxuu asagu ku hawlayay baarlamaanka garabkaaga aduu soo fariistay maxaa sameynaya lama fariisanaya laakiin anigu dacwadda waan ka gudbinay aniga way waxaana ka aaminsanahay baarlamaanka kusan waa ka sheegaya waana ka gudbinay way ma dacweynaysaa jeso waa dacweynaya marka maxaad u dacweynaysaa inuu yahay hadda waa dembiile muxuu aha raba inuu shacabka soomaaliyeed baad ka qaado taas lagama yeelayo isagoo xasaanada xildhibaan wato cid keenaysa male gabagabada wareysiga mareyna xildhibaan ciirow maxaad kusoo koobaysaa ama gabagabadaa waxaan kusoo koobayaa ummad guud ahaan ummadda soomaaliyeed ha iska daayaano qabiilka waxaa la yihahda maalinmo dhoweyd waxaan arkaay koonfur galbeed shacabkaas markay hadleen dad badan oo odayaal maciise bababa hadlayn arkaay oo noocyo badan iskugu jira anigu waxaan aaminsanahay dada waxay lahayeen digil mirifli iyo waxa la iskuga keenaya hawiye hawiye odayaashooda iyo waxgaradkooda
أنت عنك أقانه وحاسكوا مجران ما وافقنا لكن ده اسمه مانجابا أو ما عبش وطه وإسك قيلين كران برا بلشوا وإسك قيلين كران كواس وحن لي هاي ومدة هذا قرنية كويلة واتنا ده حاسوا لقى جدبي وحن لقى البحر سومالي أمد أهربنا وأدون كلام عمليس مرهمنا سومالي يجا إن سيدي دجاج حبل حبل دش وهاش سو جينتا أنت صح سو جينتا إذا مرحبين حسن شيخ وحن باع ودريا دل كان أديجا مسؤول كا ومضى إسمه هاي نينكستا وبراح بلشده كفى هنا أما كهورنا يقول هذا ينعيب وحن مثلا هاي هنا وحكا قبل دونتو ده كنوع عسى إذا ماذا كوش غضلة على أدري دونتو سي أي محوها في الندوة وجبت بعد أمضى سماري لا ما سنت حلوان أرام كسوحوها حلبان محمد شيخ عبد الله عيرو وكم إذا مدن ياش قالها شعب كي برلمان كصوماليو أن ليو لين نوري سيجارة وانك قال لنا حالات السياسية ذلك دقال كوحا على الشباب اللي قولت جرو حيث تدوب إثيوبي صوماليو ولا حيث كونفور قلب الدبل جونتا ميليشيات كأي وضع إزبارو يمكن كل دقال ما يسيق قضب بدل وقت جو ناس سامحين أيان وري سيجي وسي ودي ويني وحن كجمع دعينا يا حلبان عيرو وقت جا يجانس وفرصة دو نوسي إنه بحش وريسيجان ومهم وهذلك يدك الصوماليات تاني أنت كل مدونة وريسيجان وريسيجي سحقة أنا وأنا اسمي محمد صومنا جلس عسيني وحنا مرتي وحلبان محمد إن الشيخ عبد الله عيرو وكم إذا حلبان هذا فرق وترسك أه سيد وين برلمان كوجا نحن موضة تاني يقول أنت دمبي نبتقريه حلبانك ما زنت thank you